الشريعة الإسلامية كما أنزلت. لا ربنا بيقول وقاتلوهم حتى يكون لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كل الدين يطبق، مش يطبق شوية، اللي جاي على هواه يطبقه واللي مش جاي على هواه مطبقوش. لا طبعا، احنا جايين معاك نطبق الدين في نشاطنا ونكرهه، وطبعا نحقق ما طلب به المسلمون من قبل. وبعد كده لما شلنا الظالم وابعدناه، جه الجيش يقول لنا ما تفقد السرية. ايه ما تفقد السرية؟ انت قصدك يعني عشان جيت التعديلات جت مش على مزاجك، جاي تقول لنا ما تفقد السرية عشان تحكم وتلتف حوالين الاسلاميين؟ لا طبعا، انا جاي النهارده اقول ان شاء الله ما